السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. ونشوف مع بعض الاخبار والتبشرات والتحذيرات. باين على قراءتك تبشرة، باين ان انت عندك تبشرات الفترة اللي جاي، او عندك خروج من مشكلة، خروج من هم باذن الله. عندكم خطوبة، عندكم علاقة حلوة تخص العاطفة الفترة اللي جاية، بس في صدمة كبيرة من حد عندك في حياتك. الحد ده بيتكلم عليك، الصدمة دي انت واخدها من اشخاص مقربين لقلبك. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انا عايزاك ما تجيش على نفسك علشان تسعد حد. ما تجيش على نفسك، خد موقف من موضوع معين شاغل بالك، او من حاجة معينة عندك عمالة تجيب لك افكار سلبية. فانت هنا عندك وخدام موقف من حد، ومش هقولك ان انت تقطع علاقتك بيه، بس فعلا هتاخد موقف منه، ومن بعد الموقف ده خلاص مش ممكن ما تتكلمش معاه تاني، عشان خاطر الموقف ده هيخليك تعرف حقيقة الشخص اللي قدامك، وهيخليك تعرف هو بيعمل معاك كده ليه، رغم ان انت كويس معاه. معروف عنك ان انت قلبك طيب قوي، ومعروف عنك ان انت حساس قوي، معروف عنك ان انت ما بتعرفش تكون بوشين ولا تمثل قدام حد، بس هما بيمثلوا قدامك الفترة دي بطريقة رهيبة. فانت لازم تتجنبهم، ولازم تبعد عنهم، ولازم تكون لوحدك. دايما ربنا على قدر المستطاع هيسترها معاك، وهيسترها في حاجات كتيرة جدا تخصك، بس لازم تكون راضي بعشتك، وراضي بالمواضيع اللي انت فيها حاليا. ليه؟ علشان انت ماشي في طريق، هو الطريق طويل، بس الطريق ده هيكون سبب شهرتك، سبب نجاحك، سبب ان انت تطلع من كل الصدمات اللي انت فيها حاليا. اقدر اقولك ان انت ممكن تقول ان انت في اختبار من ربنا، او انت في اختبار في عمل. انت عندك اختبار، او عندك اختيار حيران فيه، وبتحاول تشتغل على نفسك، بتحاول تثبت رجلك او تثبت قدراتك اللي في الحياة عامة. انت فعلا تستاهل الترقية. كان في مواضيع شغل بتتكلم فيها، او موضوع ترقية بتتكلم فيه مع حد، فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في اخبار حلوة. في هنا كمان اكتشاف حد خاين عندك، ناس بتخاين، ناس بتغدر، ناس بتتكلم عليك، فانت في حاجة معمي عنها الفترة اللي جاية دي. هيبقى في مواضيع هتتفتح قدامك، وهتعيد ثقتك بنفسك، وهتشتغل. في ممكن كمان يكون في اتصالات عامة بينك وما بين حد هتتكلموا فيها، او هيبقى في اتصالات بشكل كبير، اتصال مع شخص الفترة اللي جاية دي بينكم زعل، او اتصال مع حد بينكم امور مزعلاكم، هيبقى في صلح. ممكن يبقى في كمان حاجة معينة انت هتفعلها بنفسك هتخليك تبعد عن كل الافكار السلبية اللي انت عمال تمر بيها، او الافكار اللي مضايقاك وتعباك. فشوف انت بقى الحاجة اللي مزعلاك، حاول تنهيها، حاول تبعد عنها علشان المشاكل السلبية. بسم الله ما شاء الله عليك. كمان في نصرة حلوة جدا، او في امور انت ممكن تفعلها مع خط، او مع حاجة معينة بشكل كبير في حياتك. كمان اقدر ابشرك بحاجة حلوة جدا، ان ممكن يكون عندك نصرة على ناس ازينك، عندك نصرة على حد تعبك الفترة دي وعمال تفكر فيه، او عمال بينك وما بينه تفكير. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك، القلق والحيرة اللي والهموم اللي انت شايلها فوق كتفك قريب جدا هتخلص منها، قريب جدا هتفرح، قريب جدا هيكون في نصرة مختلفة بشكل كبير، عشان انت شايل حمل من القلق، شايل حمل من الجبل، شايل حمل من الهموم، شايل حمل من حاجات كتيرة جدا انت عمال او بتمر بيها او عمال تفكر فيها. فالفترة اللي جاية
في تبشرات بإذن الله هتعوم، وأقدر أقول لك إن من بعد التبشرات دي أنت هتاخد قرار حاسم في حياتك. القرار ده هيخليك تقف مع ناس، يعني هيخليك تقف مع ناس كده، ناس كده بجد هتحس قد ايه ان الناس دي تستاهلك، او الناس دي هم مكسب خير ليك، او هم سبب رئيسي في ان انت تكون في المكانة دي، او سبب رئيسي ان انت تقف على الارض الصلبة اللي انت حاليا واقف عليها. انت مضغوط وحيران من كذا حاجة في حياتك، مضغوط وبالك مشغول بكذا موضوع شاغل بالك الفترة دي بسبب كلام أو بسبب مواضيع في حياتك من أشخاص مقربين لقلبك. عندك بقى الفترة دي احتمال كبير جدا يكون عندك خروج من حاجة معينة، او من حلم عمال يتردد معاك، من حاجة عمالة تتردد معاك، الله اعلم. بس انت عندك الفترة دي حاجة عمالة تتردد معاك مضايقاك قوي. انت عندك شبكة احداث، في ربط احداث عندك رهيب الفترة دي بمواضيع معينة بحاجات معينة، الله اعلم. بس انت عندك ربط احداث شديد مع اشخاص برضو، او جدال مع برضو ناس مقربة. عندك هنا كمان ممكن يكون نصرة حلوة او طاقة عامة. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقات حلوة برضو هتتوزع عليك، او طاقات تخص شغل، تخص ماديات ان شاء الله الفترة اللي جاية، عشان انت رميت طرف الخيط، فطرف الخيط ده هيكون حلو ليك انت كشخصيا. وطول ما انت متألق وواثق في كل خطوة بتخطيها هتلاقي دايما نصرة جديدة في حياتك، وهتلاقي دايما ارض صلبة بتقف عليها. وفي نفس الوقت ممكن يكون كمان عندك تجمع او لقاء او لهفة واشتياق، الله اعلم انت عندك ايه الفترة دي. بس هيكون عندك مواضيع هتتفتح قدامك، هتديك دعم لقدام، هتديك طاقة لقدام، هتلاقي نفسك مندفع لحياة معينة او لمواضيع معينة. في هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك حاجات كتيرة جدا انت ناوي تعملها او ناوي تتخطاها في مستقبلك او في تفكيرك الفترة دي. برضو في بعض المواضيع عندك عمالة تتعرض قدامك، او في بعض المواضيع عندك عمالة تتفتح في كلام، في مواضيع، الله اعلم انت عندك ايه او بتفكر في ايه حرفيا انت اليومين دول. بس عندك شبكة، واقدر اقول ان حرف الام برضو مازال موجود بينكم علاقة، او مازال بينكم كلام، او مازال بينكم مواضيع، الله اعلم. بس في حاجات تخص حرف الام ده برضو معروضة قدامي، دي بتدل ان ممكن تكون العلاقة موجودة، او المراقبة بينكم موجودة، او المواضيع بينكم موجودة، الله اعلم. بس في فعلا حرفيا مواضيع عندكم موجودة عمالة تتفتح، او عمالة تتعرض قدامك بقرارات، بامور، بحاجات مختلفة. المشكلة ان حاجات مختلفة، مش حاجة ولا اتنين ورا بعض، لا ده كذا حاجة مختلفة عندك في حياتك بتتعرض عليك، من موضوع، من حاجات كتيرة جدا. ممكن انت الفترة دي حرفيا يكون عندك نصرة هتخطيها، او نصرة هتعوض كذا موضوع في بالك انت هتشتغل عليه. انت الفترة اللي جاية هتقف وهتكون منصور مع اتنين موجودين في حياتك، الاتنين دول هتاخد خطوة جديدة. عندك نقطة من اول السطر، النقطة دي هقدر اقول ان هي ممكن تكون بداية او نهاية لعلاقة او لموضوع او لحاجة برضو مضايقاكم او خانقاكم او عاملالكم اي طاقة سلبية. وممكن كمان يكون الفترة دي هيكون عندك قرار، القرار ده هيكون حاسم، او اقدر اقولك ان هو هيكون تحديد مصير
ليك انت كشخصيا، هتحدد مصيرك بايدك. بس بلاش مشاكل مع الشريك، بلاش تيجي على نفسك، وبلاش تيجي على الشريك اكتر الفترة دي، عشان عندك الشريك فعلا اعصابه تعبانة قوي من كشف خيانة او من كشف حقيقة او من مواضيع عمالة تتفتح، الله اعلم، بس في كشف حقيقة مضايق الشريك، مخليه مخنوق، مخليه مش عارف ياخد قرار او يحسم الامور بشكل مختلف ازاي. فياريت ما تجوش على الشريك علشان ترضوا نفسيكم او علشان ترضوا حد موجود في حياتكم. ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في دعم، وهيكون في طاقات عامة برضو ممكن تتوزع على حياتكم، او هتكون مثلا مختلفة او متعددة. اقدر اقول برضو ان انتوا بتحضروا لزواج، بتحضروا لفرحة مناسبة تخص حياتكم، في تحضيرات فرح، تحضيرات جواز، تحضيرات مناسبة حلوة عندك في حياتك، الطاقة بتاعتك مفتوحة وعامة. هنا في كلام حلو هيتقال، اذا كان بينك وما بين الشريك او اذا كان بينك وما بين حد، نشوف القراءة بتاعتك وان شاء الله باذن الله تكون خير وكلها تبشرات. اليومين دول انت حرفيا في مشاكل بينك وما بين حد، مشاكل بينك وما بين الشريك، مشاكل بينك وما بين حد في الأسرة، في اختلاف على رأي، في اختلاف على مواضيع، الله أعلم. بص انت هنا مأذي، مأذي من أشخاص حواليكم، بس عندكم رزق، والرزق ده هيكون حلو قادم ليكم. عندك هنا حد عامل زي التعبان بيلعب في حياتك، عايز يأذيك، عايز يغدر بيك، الله أعلم. عندك علاقة مع برج حرف الام، حرف الام ظاهر لك بشكل كبير، حرف الام عندك في حياتك، يا ريت تقول لي علاقتك بحرف الام ايه. في هنا شخص غالي عليك، شخص بتحبه جدا، الشخص ده وقف كتير في ضد في عمايلك، وقف ضدك كتير، بس حاليا مريض. معروف عنك ان انت ذكي قوي، ومعروف عنك ان انت بتعرف تاخد حقك، ومعروف عنك ان انت بتعرف ازاي تشتغل وتتعامل مع الاخرين، بس في طرف خروج طرف ثالث من حياتك، او انت عندك طرف ثالث اليومين دول بيتدخل في حياتك، بيعايز يعرف اسرارك، الله اعلم. في شوية مشاكل صحية، انت ناوي تزور الطبيب او ناوي تعمل حاجة تحسن من صحتك، عندك صداع مستمر، الم بالمعدة، الم في رجليك، في شوية التزامات في صحتك كده عمالة تزيد عليك، وانت خدت قرار ان انت تعالج كل مشكلة فيك او اي حاجة. بص هنا، هنا عندك اخبار حلوة، في خبر حلو، الخبر ده يخص مواضيع عندك، يخص حاجات معينة عندك، في هنا طاقات عامة برضو بتتوزع عليك، في كمان هنا حد هيقف معاك وهيساعدك في موضوع حلو جدا الفترة دي، بس انت هنا في حد كشف، او انت ناوي تكشف حقيقة حد، في كشف حقيقة عندك هتتكشف الفترة دي، وهتحصل مشكلة كبيرة لو ما خدتش بالك. في هنا مواجهة عندك مع حد غالي عليك انت بتحبه، في ظلم واقع عليكم، او انتم موقعين ظلم على حد، في ظلم هنا من حد فعلا ظلمكم او كسر بخط اخركم. عندك عين قوية صايباك بالحسد الشديد، او عين قوية مركزة معاك او الفترة دي، مخلياك حاسس بخنقة، حاسس بضيقة. انت الفترة دي بتخلص ورق سفر، بتخلص ورق حاجة معينة،
علشان خاطر تطلع من اللي انت فيه. في حد هنا بيحبك قوي، الحد اللي بيحبك ده واقف معاك وعمال يدعم فيك، عايزك تكون احسن حد، او عايزينكم تكونوا احسن حد، بس برضو في طريق مسدود قدامكم. حصل شوية ندم عندك في موضوع، او انت ندمان على حاجة معينة عملتها، يعني في حاجة عندك حصلت معاك ندمان عليها وقلت يا ريتها ما حصلت، او كانت غلطة ان هي حصلت. ففي مشكلة عندك حصلت، انت قررت ان هي خلاص، او قلت خلاص انا مش عايزة اتعامل مع الاشخاص دول، او مش عايزة اتكلم مع الناس دي. حصلت عندك كذا خلاف، فان شاء الله باذن الله هيبقى في صلح الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة برضو عامة. في نفاق وظلم من اشخاص يعني عمالين ياكلوا ويشربوا معاك، ممكن يكون في طبق واحد، بس برضو مش حابين لك الخير، ولا حابين ان انت تكون في المكانة اللي انت فيها بسبب الكلام وبسبب الحيرة. عندك تقوية في علاقة، تقوية في ارتباط، تقوية في موضوع مهم يخص حياتك انت حرفيا. الفترة اللي جاية دي هتكون من اكتر الفترات اللي هيكون عندك طاقة ايجابية، هيكون عندك طاقة عامة، هتحس كده بالتغيير القادم، هتحس كده بالفرحة القريبة لقلبك، هتحس كده بتغيرات حلوة ليك انت حاليا، عشان خاطر هتحس قد ايه الفرحة القادمة او الخير القادم على حياتك الفترة اللي جاية. انت حاسس بالحزن، حاسس بالظلم، حاسس بكسرة القلب من مواضيع معينة في حياتك، فالفترة اللي جاية هيكون في اوجاع انت هتتخلص منها. وكمان ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية دي هتكون من اجمل الفترات على حياتك، بس تخلي بالك كويس جدا من اشخاص محطين، اشخاص جايبين في سيرتك، او ممكن يظلموك في يوم من الايام. حاسس بالتقيد، حاسس ان انت مقيد، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان انت مفيش حد جنبك، في مواضيع مقلوبة عليك، وفي قرار لازم تاخده الفترة اللي جاية، عشان انت قلبك مكسور اكتر من مرة، ففي عندك كسرة قلب من شخصين موجودين في حياتك. بصوا، في ناس عايزة تأذيكم حواليكم، بس عندك طاقة برضو انت هتاخدها. الطاقة اللي هتاخدها دي من وراها هتطلع ناس من حياتك هم فعلا عايزين يأذوك، والناس دي من يعني هم بيقربوا منك علشان يأذوك، يعني بينك وما بينهم حاجة صغيرة وممكن يأذوك، بس ربك هو اللي هينجيك بإذن الله الفترة اللي جاية. في حد هنا بيعمل لك اسحار، او حد بيعمل لك اعمال مش كويسة عشان يخرجك من ارض بيتك، او عشان يفرقك مع الناس اللي انت بتحبهم بسبب مشاكل، بسبب كلام. في مواجهات الفترة اللي جاية انت هتخطيها بنفسك، وهتاخد خطوة جديدة او طاقة جديدة او حاجة جديدة في حياتك انت هتخطيها باذن الله، وهتوصل لبر الامان. انت هنا عمال تدعي ربنا في دعوات مستجابة في حياتك، عمال تدعي ربنا كتير الفترة دي، من اكتر الفترات اللي انت بتدعي فيها. على قد ما انت بتساعد الاخرين، بس ما بتلاقيش حد يساعدك، على قد ما انت بتدي وبتقف جنب الناس كلها، بس ما بتلاقيش حد واقف جنبك ولا حد معاك في اي حاجة. في رسالة هنا هتطمنك الفترة اللي جاية، او رسالة
حلوة جدا، هتفرحك برضو الفترة دي علشان خاطر انت حاسس ان انت بالك مشغول مع اشخاص مقربين ليك، ففي رسالة هتطمنك وممكن تكون سبب رئيسي ان هي تخرجك من المشكلة اللي انت عمال تمر بيها او من الحاجة العامة اللي بالك مشغول بيها الفترة دي. واقدر اطمنك ان انت عندك فرحة في ارض بيتك، عندك حاجة تخص بيتك هيكون فيها فرحة حلوة جدا. بص هنا انت عندك بس شوية حسد مع حد، يعني انت عندك مشاكل مع حد بسبب الحسد الشديد اللي عندك او بسبب المواضيع اللي مضايقاك انت كشخصيا او خانقاك في مواضيع كتير. في هنا افكار مسيطرة عليك، الافكار دي خانقاك قوي، مخلياك حاسس بحاجة مضايقاك، مخلياك حاسس بموضوع شاغل بالك، الله أعلم. بس عندك كذا موضوع الفترة دي هيبقى فيه تحقيق، هيبقى فيه مواضيع هتتعرض عليك هتكون برضو لصالحك بإذن الله. ما تشغلش بالك خالص بأفكار سلبية، بعض الطاقات عندك أو بتسحبها من حد، الطاقات دي بتكون عندك زي مثلا وسواس، زي قهر، زي ظلم، زي خيبة أمل، زي كلام كتير بيتقال عليك مضايقك أو حاسدك أو مخليك بتعاني من كذا حاجة. برضو بتعمال تعافر انت في ارض لوحدك، عمال تيجي على نفسك علشان خاطر تسعد اخرين، عمال تفعل، عمال تيجي، عمال تصالح، عمال تعمل حاجات كتيرة جدا الفترة دي علشان خاطر تطلع من اللي انت فيه. انت قاعد ومقفول عليك ببان بسبب الخنقة اللي انت بتمر بيها او بسبب المشاكل السلبية اللي عمال تعوم عليك، رغم ان انت واثق ورغم ان انت طيب جدا ان انت تأذي حد او ان انت تتكلم على حد، بس هما اللي بيتكلموا عليك وهما اللي بيأذوك. انصحك ان انت ترمي ورا ظهرك، انصحك ان انت ما تركزش في كلام اي حد يكون سلبي. فالمهم انه في كلام حلو هيتقال، في علاقة، في مواضيع برضو تخص العاطفة، يعني ما شاء الله قراءتك كلها برضو تخص العاطفة، بس الربط القوي اللي بينك وما بين حرف الام ده موجود قوي ومازال موجود، مازال في مراقبة بينكم، مازال في مواضيع بتتفتح عندكم برضو تخص حد قريب لقلبك او حد عزيز ليك انت الفترة دي حرفيا. ان شاء الله بإذن الله كمان الضغوط اللي عليك دي هتطلع منها، المواضيع اللي عمالة تضايق فيك او تخنق فيك كلها فترة وهتنزاح من حياتك كامل متكامل، عشان خاطر هتقف على ارض صلبة وهتبعد عن افكار سلبية مؤذية عمالة تأذي فيك او عمالة تيجي عليك او تتعرض عليك انت كشخصيا. بتعاني من حاجات كتيرة جدا مضايقاك، من حاجات كتيرة جدا شغلة بالك، اذا كان في موضوع او اذا كان في حاجة معينة الله اعلم، بس انت حرفيا برضو بتعاني، والاكتر حاجة بتعاني منها هي الضغوط النفسية اللي بينك وما بين الشريك، او حاسس ان الشريك مش فاهمك او انت مش فاهم الشريك، الله اعلم. ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية حاجات كتيرة جدا هتتعدل في حياتك، حاجات كتيرة جدا ممكن تعملها جديدة او تتخطى برضو شوية مشاكل، الله اعلم. في حاجات عندك هتتخطاها، في حاجات عندك هتعديها، في حاجات عندك هتشتغل عليها، في حاجات هتصلحها في حياتك بإذن الله. بس دايما خلي اعصابك هادية وخلي عندك يقين بالله ان امورك دايما هتتحسن وامورك كلها تتظبط الفترة القادمة. اتمنى لك الخير والسعادة والهنا والفرحة القادمة.